في قلب كل شتاء ربيع نابض، ووراء كل ليل فجر باسم. الأمل شمعة تنير الظلام، وكتاب مفتوح لمن أراد أن يتعلم. أهلا وسهلا فيكم متابعينا متابعي قناة سند الفضائية في برنامج الحي يحييك. ضيفتنا اليوم شخصية شغوفة بالعمل المجتمعي وخصوصا تمكين الشباب، تملك مهارات في إدارة المشاريع الشبابية والمجتمعية وقيادة فرق العمل، صاحبة مؤسسة رؤية الشباب، ورسالتها في الحياة اصنع في كل مكان قائد. ضيفتنا اليوم هي المبدعة مريم العامري. مريم اهلا وسهلا فيك ونورت استوديو برنامج الحي يحييك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مريم نبدا كذا من البدايات والمدرسة، ايش ذكريات مريم العامري مع المدرسة؟ طبعا المدرسة كانت بالنسبة لي اكثر من مجرد يعني صف نروح ندرس، فكنت من أيام المدرسة أحب الأنشطة الطلابية. بدأت في الإذاعة وتدرجت في عدة نشاطات طلابية، وصلت الإدارة الطلابية أيام الثانوية العامة. كان عندي طموح إنه يكون تكون البيئة في الأنشطة الطلابية مختلفة عن الأشياء المتكررة والروتينية. ف يعني أنا أعتبر المدرسة كانت نقطة انطلاق تكوين نوعا ما شخصية مرة. إيش الإضافات اللي أضافتها الأنشطة الطلابية في المدرسة؟ أعطتني ثقة لنفسي، غير كذا علمتني كيف أنظم الوقت، لأنه على أساس أنك تكون متفوق في الدراسة، الحمد لله أنا كنت متفوقة جدا في الدراسة، وأنك تكون في الأنشطة الطلابية لازم تعرف كيف تقسم وقتك، كيف تخطط، كيف تركز على الدراسة، وكيف تركز على النشاط. كل هذه الأشياء تعلمت منها مدرسة. جميل. ننتقل لمرحلة الجامعية، كلمينا كذا في البداية عن تخصصك. أولاً أنا دخلت الجامعة، جامعة سلطان قابوس، طبعاً ما قبلوني في كلية الطب اللي هو كان الخيار الأول، فكنت حاطة الخيار الثاني كلية العلوم، فقبلت في كلية العلوم على أساس أني أحول لكلية الطب. طبعاً الطموح للآباء اللي كان دائماً يقولون أن تكون دكتورة ومهندس أو شيء كذا، فكان في بالي أني أكون دكتورة، يعني على حسب أنه أني أنا متفوقة دراسياً. ما صار الموضوع فدخلت كلية العلوم. طبعا هناك اكتشفت نفسي، يعني اكتشفت انه ايش الاشياء اللي احبها، ايش الاشياء اللي ما احبها. ما حبيت كلية العلوم على فكرة، ولا حبيت التخصص اللي دخلته، والتخصص اللي دخلته هو احصاء. كان بناء على الدكتور اللي اعطانا المادة، كان كثير يشجعنا على الموضوع، ويعني حسيت انه يعني يمكن يكون هو سبيل او طريق للشيء اللي اريد احققه في المستقبل، اللي هو الدراسات الاجتماعية وحلول للمجتمع وكذا. فقلت يمكن الإحصاء يعتبر كأداة من الأدوات اللي ممكن تساعدني، وبالفعل هي ساعدتني، مش إنه يعني مستفدت منها. فما قدرت طبعاً إني أحول طب، أو إنه زالت الرغبة أصلاً إني أكون طبيبة، بس كان عندي يعني توجه إني ممكن أكون في الإدارة، كلية التجارة، بس نفس الشيء ما صار الموضوع، فكملت في كلية العلوم. طبعاً عشان أحب الكلية وأحب أقوي الكلية، لأنها كانت شوية صعبة في الدراسة، اشتركت في الأنشطة نفس الحالة، الأنشطة الطلابية، سواء كان يعني متعلقة بالكلية نفسها أو حتى خارجية. وهناك عاد بدأت أكتشف أكثر أشياء، وبدأت تتوسع مداركي ومفاهيمي ومهاراتي من خلال الأنشطة الطلابية، وبدأت أحب الكلية بسبب النشاط الطلابي. إيش الأنشطة اللي شاركت فيها؟ شاركت في جماعة صوت التنمية، أصدقاء المجتمع، هذا طبعا خارج الكلية. شاركت في جماعة العلوم، عملنا عدة مشاريع حتى مش داخل الجامعة، ممكن خارج الجامعة، فمثل منتديات صيفية للفتيات وكذا. فهذه بالنسبة لي بشكل عام الأنشطة الطلابية. جميل. خلنا الحين نتكلم عن انطلاقاتك ومشاركاتك. إيش هي أهم المشاركات اللي تفتخر؟ يعني أيام الجامعة. أيام الجامعة. لما كنت نائبة رئيس جامعة العلوم، وبعدين صرت رئيسة جامعة العلوم، أعتبر هذه واحدة من ضمن المشاركات الإنجازات القوية اللي عملتها لنفسي أولاً، ثم للكلية نفسها، لأنه بدينا نغير بعض الهيكل التنظيمية للجماعة، رسمنا حدود، يعني خطة واضحة للأجيال اللي بعدها، شفنا بعض الاحتياجات اللي تحتاجها الجماعة سواء كانت مادية أو معنوية، يعني أسسناها. كل هذه الأشياء أنا أعتبرها نوعاً ما واحدة من الإنجازات اللي عملت فيها. طبعاً كانت عندنا أفكار لمشاريع مختلفة، في بعضها تحققت في بعضها متحققت، ما أقصد بس في كلية العلوم، وإنما على مستوى الجامعة.
بس الحمد لله يعني أنا أعتبر الأنشطة يعني النشاط الطلابي أو الجماعات هي اللي خلقت في نفسي روح المبادرة. وإذا كانت في قضية معينة سواء كانت أكاديمية شخصية أي مشكلة أو تحدي أحاول قدر المستطاع أن نجيب لها حلول معينة ونرفعها على أساس أنها هي مشاريع أو أنشطة ممكن أنها هي ممكن ما تعالج القضية لنفسي مثلا أو للناس اللي حولي حاليا ولكن في المستقبل فنتفادى أصلا الموضوع. جميل. خلنا الحين ندخل في موضوع رؤية الشباب. كيف شاهدتك؟ طبعا بسبب انخراطي في الأنشطة الطلابية صرت أشارك في مؤتمرات وندوات خارجية وتم يعني تم ترشيحي أحيانا في بعض الفعاليات الخارجية ومشاركات خارجية سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة ولكن خارج الجامعة بمعنى صح. فصرنا نطلع على كثير تجارب شبابية في دول العربية وحتى دول العالم، ومثل ما تقول حبيت الموضوع أنه نحن ليش ما نكون أو نعمل مثل الأنشطة خارج خارج السلطنة. كان الفكرة أنه نعمل أنشطة خارج الجامعة، نعمل أنشطة خارج الجامعة تمس كل شاب عماني وليس فقط طالب جامعي مثلا جامعة سلطان قابوس، كما تقول كنا داخل بيئة محددة أو محدودة. فكنت مشاركة في إحدى المؤتمرات خارج السلطنة، وفي المؤتمرات عرضت عدة مبادرات شبابية لعدة دول يعالجوا قضايا مختلفة في دولهم. وهنا جت الفكرة أن ليش نحن بعد ما نعمل مثل الملتقى اللي يجمع كل شباب النخبة طبعاً العمانيين بطريقة معينة ويناقشوا هذه القضايا نفس الحالة وبعد كذا تطلع مبادرات معينة. طبعاً لما صرنا نعد الملتقى كان عندنا مثلاً شروط معينة أن الملتقى ما يكون تحت جهة معينة مثل الجامعة على أساس أنها ما تنحصر بنفس الشيء ونرجع لنفس النقطة في الجامعة. فواجهتنا عدة التحديات من ناحية الأمور الرسمية والتصاريح الرسمية، وبالتالي يعني تخططنا أن تكون هي مثل الفريق أو المؤسسة. طبعا كان عندنا خيارين لما نسجلها كجمعية في وزارة التنمية الاجتماعية، والخيار الثاني اللي هي أن نسجلها كشركة. طبعا الأسهل كان أن نسجلها كشركة على أساس أن نحن نخلص الأمور الرسمية بأسرع وقت ممكن، ممكن نحن ننطلق ونبدأ الملتقى والأنشطة اللي بعدها. طبعا كان هدفنا الملتقى فقط، وكانت هدفنا انه مش ان تكون شركه مثل ما تقول ربحيه او انه يعني تحاول تقدم خدمات معينه، لا هي كان الهدف انها تكون مظله رسميه للبرامج والانشطه الشبابيه اللي تساعد على تمكين الشباب اللي تساعد على حل قضايا معينه. بعد كذا بدينا نتطور في الموضوع على حسب يعني الظروف اللي صارت بعد الملتقى. بنرجع مع رؤيه شباب ولكن بعد الفاصل مريم. اذا اعزائي المشاهدين نقف الان لفاصل بسيط وراجعين مره ثانيه. شكرا لحفاظك على السدود والعيون والأفلاج عند زيارتك لها، فإن الاستخدام الأمثل لها يساهم في ديمومتها. ممتلكاتنا غالية. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. عودة مشاهدينا الكرام من جديد إلى برنامج الحي حيك وضيفتنا مريم العمري. مريم كذا نكمل عن رؤية الشباب، مراحل اللي مرت فيها رؤية الشباب لحد ما وصلت للي هي عليه اليوم. طبعا المراحل التأسيسية كانت شوية نوعا ما صعبة لأنه إحنا بدينا في 2009 تقريبا ك تحضير للملتقى والفعالية نفسها، وخلال 2009 بدينا نأسس المؤسسة. في تلك الفترة ما كان في كثير ثقافة ريادة الأعمال، ونفس الحالة لأن إحنا عمل مجتمعي، ريادة عمل مجتمعي كفكرة وكمفهوم ما موجود كان كثير في الدول العربية، يعني حتى في دول العالم كان جدا بسيط. فبالنسبة لنا إحنا كان هذه التحديات كثير صعبة لأن إحنا ما قدرنا نحدد الخدمات اللي نحن نقدمها، طريقة تقديمنا للخدمات. في نفس الوقت كان كل حد يفكرنا مثل الفريق التطوعي أو مبادرة شبابية وكذا، فكان في خلط وفي لبس. مع ذلك نحن استمرينا، يعني حطينا بعض الفعاليات والبرامج، وكوننا نحن جديدين في السوق محتاجين نثبت نفسنا يعني كمؤسسة لها كيان معين ولها أهداف واضحة ممكن أنها يتأثر في الشباب وتعمل تغيير حقيقي.
هذا كله أخذ وقت تقريبا من 2-3 سنوات. غير كذا ان احنا كنا ما متفرغين للمؤسسه، نفس الحاله كان في ضغط كبير وكان في تاخير في اشياء كثيره بسبب عدم تفرغ المؤسسين كان في تلك الفتره، عدم يعني وجود تمويل او دعم مالي في نفس الشيء في بدايات رؤيه الشباب. ولكن مع ذلك بعد ذلك يعني اشتركنا في بعض البرامج اللي في بعضها اعطتنا منح وفي بعضها يعني عن طريقها حصلنا على عقود معينه لاكمال برامجنا. 2013 انا اعتبرها نهايه 2012 بدايه 2013 اعتبرها انطلاقه حقيقيه لرؤيه الشباب، لانه كان في تفرغ للمؤسسين، 3 مؤسسين، كان في مكان مستقر للمؤسسه، بدينا ننطلق شويه بطريقه افضل بطريقة مؤسسية أفضل، أسسنا أشياء كثيرة، صرنا نراجع كل هذه الأمور. فالأول 3 سنوات بالعادة لأي مؤسسة صغيرة يعني بمعنى أصح، خاصة إذا كانت الفكرة إبداعية أو جديدة أو ريادية، ما حد عمل مثلها من قبل سواء كان في المجال الاجتماعي أو أي مجال آخر، تحتاج الكثير من الجهد والوقت والتركيز وتضحيات كثيرة يعني. فهذا بالنسبة للمرحلة الأولى لرؤية الشباب. المرحلة الثانية لرؤية الشباب أنا أعتبرها مرحلة البناء الحقيقي. 2013 تقريباً 2014 كانت هي مرحلة الانطلاقة ومعرفة الشركات والمؤسسات برؤية الشباب أكثر، ثقتهم فيها، نفس الحالة الشباب والمجتمع نفس بدأوا ينتظروا بعض البرامج والأشياء اللي نحن نقدمها في رؤية الشباب. بدأنا نأسس هوية حقيقية للمؤسسة من ناحية تنظيمية داخلية ومن ناحية خارجية. فحسين 2013-2014 هي مرحلة البناء الحقيقي للمؤسسة وانطلاقتها يعني. 2015-2016 بدأنا ننطلق لكل محافظات السلطنة، يمكن هي كانت توسع الحقيقي للمؤسسة، بدأنا نحاول نوصل لأكثر قدر أكبر قدر ممكن من الشباب، بدأنا نركز أن مشاريعنا وبرامجنا تكون مستدامة أكثر، تكون طويلة الأمد، تحل قضية معينة متخصصة. كل هذه الأشياء في 2015-2016 بدأنا أنه يكون عندنا استراتيجيات محددة، بدأنا حتى أنه نتواصل مع بعض المؤسسات الشبابية خارج السلطنة المعنية بالشباب اللي ممكن احنا نتعاون معها في مسابقات شبابية وغيرها. فهذا تقريبا في 2016، خلينا نقول سنة التوسع والانتشار. طيب نتكلم عن رؤية الشباب في السنوات القادمة، إيش اللي تطمح أن توصلوا له؟ والله احنا نطمح ان نكون في فكر كل شاب عماني، نطمح ان نغير الثقافات الموجوده عند الشباب العماني في التعليم في العمل في الناحيه الاجتماعيه، بحيث انها تساعد الشاب العماني على تاسيس نفسه وتساعد الشاب العماني على انه هو ينطلق ويكون قدوه. اهم نقطه عندنا في رؤيه الشباب نحن نصنع قدوات. نحن في عصر الانفتاح، وعصر ان احنا نشوف كل شيء، وعصر انه ممكن انه اي واحد او اي شاب صغير ممكن يتابع اي حد وياخذ من عنده قيم معينه ومبادئ معينه والى اخره. فنحن نحاول نصنع قدوات حقيقيه يعني بدات من الصفر، اسست نفسها، كان عندها طموح، كان عندها رؤيه مختلفه، مرت بتحديات معينه. هذه واحده من الاشياء اللي نحن نؤمن فيها. كذلك قيادات، احنا محتاجين الى شباب قياديين يتحملوا المسؤولية، يتحملوا المبادرة، لديهم فكر واعي متزن، كل هذه الأشياء. فرؤية الشباب احنا حقيقة نود أول شيء أنه نحن نأسس شباب عمانيين، بعد ذلك ممكن نحن ننطلق للعالمية، أنه نحن نكون مصنع قيادات شباب العالميين. سلطنة عمان عندنا مميزات وخصائص معنوية جدا عالية من ناحية التسامح والطيبة ومن ناحية الاستقرار النفسي وإلى آخره، وكل هذه عوامل تكذب أن الشخص بالفعل يبني نفسه وشخصيته بطريقة صحيحة ومتزنة وواعية. فأنا أتوقع أن نحن ممكن نحن نصل لصناعة مدينة عالمية، ممكن هي تكون مكان يلجأ إليها الشباب لحل قضاياهم، يلجأ إليها الشباب لتمكين أنفسهم، يلجأ إليها الشباب لرؤية نماذج وقدوات وفي مجالات مختلفة ومتعددة. طيب نتكلم عن الإضافة اللي أضافتها رؤية الشباب في البداية لمريم ومن ثم للمجتمع. طبعا رؤية الشباب تخدم رسالتي أنا شخصيا، أنا واحدة من ضمن رسالتي تذكرتها أني أصنع في كل مكان قائد، ورؤية الشباب نفس الشيء تتصب في نفس الموضوع. أضافت لي رؤية الشباب أني أعتمد على نفسي، أني أكون مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن كل الأشياء اللي تكون حولي، يعني كيفية التعامل مع الآخرين، كيفية التعامل مع الأحداث، كيفية حل المشاكل بطريقة سواء كانت استراتيجية أو حتى يعني مبتكرة خلينا نقول أو مبدعة، التعامل مع الفريق العمل،
مختلف التوجهات، مختلف الشخصيات والأفكار. هذه إضافة جدا كبيرة عطتني إياها رؤية الشباب. نفس الشيء وسعت مداركي سواء كان داخل السلطنة أو خارج السلطنة. هي كمؤسسة أصلا بحد ذاتها تخليني أني أتعلم كل شيء، كل يوم شيء جديد، تعطيني شوية نوعا ما ثقة أكثر. يعني الأشياء اللي نمر فيها من تحديات تصقل شخصيتنا أكثر في اتخاذ القرارات، تصقل شخصيتنا في حل المشكلات، تصقل شخصيتنا في التفكير بمناظير مختلفة، مفاهيم مختلفة، ما نحصر نفسنا في مكان محدد بعمل روتيني معين. هي كمؤسسة. أما بالنسبة لمجالها، مجالها جدا مهم وجدا حيوي، إن الشباب متجدد ولازم تكون دائما قريب منهم، لازم تسمع لهم، لازم تنصت لهم، وهذا يتطلب الكثير من المهارات، صبر، تضحية، أشياء كثيرة. هذا أضافت لي إياها كشخصية لمريم، إن هي تستمع للشباب بطريقة أحسن. نفس الحالة أحاول إني أنمي نفسي في هذا المجال بحيث إني أكون قد هذا الاستماع وقد هذا الانصات. طيب الحين نتكلم عن مريم كونها أم وزوجة، ومريم كونها قائدة خلينا نسميها وصاحبة مؤسسة، كيف قدرت توازن بين الشيء؟ شوف، ما في إنسان ينجح وحده، يعني لازم يكون في هناك دعم معنوي وقوي جدا من الناس اللي حواليه، خصوصا القريبين منه. حقيقة يعني من البداية، من تخرجت من الجامعة وقبل حتى لا أتزوج، كانت عندي هذا الهدف وهذه النظرة وهذه الرؤية، وتم توضيح هذا الموضوع يعني لشريك حياتي، يعني زوجي سالم أبو تميم. يعني كان يعني في اقتناع بخصوص هذا الموضوع، وهو فاهم إنه هذه رسالتي في الحياة وهذا شيء مهم بالنسبة لي، وهذه رسالة لكل امرأة أو رجل، إنه عندما يكون عندك رسالة في الحياة كل الأشياء الثانية المحيطة فيك سواء كان من زواج أو دراسة أو عمل تتعلق بهذه الرسالة. يعني ما المفروض تكون معيقة للرسالة، ما المفروض تكون معيقة للهدف للرؤية، بالعكس تكون داعم، تكون في استقرار أكثر، يكون في اتفاق واضح، كل هذه الأشياء ما تكون في تشتت، ما تكون في يعني مثل ما هو يدعمني كزوج وكشريك حياة، أنا أدعمه كزوج وكزوجة وكشريك حياة. فكل واحد فينا يدعم الثاني، هو عنده طموحات وعنده رؤية وعنده رسالة، طبعا لازم أشجعه على هذا الشيء واقتنع في 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 طموحاته ورسالته، هو بعد لازم يشجعني في هذا الشيء عشان يكون في توازن. ابننا تميم يعني كان في عندنا يعني رؤية معينة لتربية أبنائنا، وكنا دائما نناقش هذه النقطة، وكل ما كان في اتفاق بين الشخصين على تربية الابن وطريقة التعامل معه، ونفس الشيء رؤية مستقبلية كيف انه هو يعني نصنع منه شخصية مستقرة ومتوازنة، كل ما كان هذا الموضوع واضح وفي نقاشات كثيرة وفي طرق عملية جالسين نتبعها، اتوقع انه يعني المخرج ان شاء الله يكون جيد او ممتاز يعني باذن الله. طيب نتكلم الحين عن اختيار مريم كسفيرة للشباب العماني في تحدي 22. ايوه، هي اصلا هي مسابقة اطلقتها لجنة المشاريع العليا للارض. هذه اللجنة اللي مسؤولة عن كأس العالم 2022. طيب هم كانوا على أساس أن يستعدوا لكأس العالم، استضافة كأس العالم في قطر، حبوا أنه يشاركوا الشباب في الحدث، فشاركوا الشباب بطريقة جدا مبتكرة وجميلة، وكان هذا دعوة لكافة القطاعات إذا كان عندهم في حدث معين، مشاريع مستقبلية، ممكن يشاركوا الشباب بمثل هذه الطريقة. عملوا مسابقة فيها تحديات معينة يواجهوها للوصول لهذا الحدث أو لتهيئة نفسهم لهذا الحدث، بحيث أنه يأخذوا أفكار مبتكرة من الشباب يتنافسوا فيها، وبالتالي الأفكار الفائزة هي اللي راح تطبق أو تنفذ في للإعداد والاستعداد للحدث. فربطوا كل هذه الأشياء في هذا البرنامج. طبعا كل سنة يطلقوا هذه المسابقة، وكل سنة يختاروا من دول الخليج وحاليا من دول العربية سفير ممكن أنه هو يساعد على التأثير على الشباب أنهم يشاركوا في المسابقة، وأيضا يمثل نوعا ما كقدوة أو نموذج للشباب. والحمد لله تم اختياري من قبلهم في السنة الأولى اللي هي سنة 2015 على أساس أنه أكون سفيرة لهذه المسابقة، وطبعا أتوقع أنه كل سنة يغيروا السفير. نعم. طيب مريم، إيش هي أهم القضايا الشبابية اللي تشغل بالك ترى الحالي؟ أهم قضيتين تشغل بالي هو التعليم والعمل. بالنسبة لي التعليم العالي جدا مهم في تأسيس شخصية الشاب. إذا كان التعليم في لا يلبي كل احتياجات تأسيس الشاب أو الطالب الجامعي الكليات والجامعات، ما راح نخرج مخرجات قوية في الوظائف وفي العمل.
وتأسيس التعليم مش اللي هي مثلا المناهج فقط، وإنما العملية تكاملية جدا في الجامعة من ناحية مثلا أنشطة طلابية، التعليم نفسه، المشاريع اللي يخرجوا فيها، تجارب اللي يمروا فيها، تخالطهم وتفاعلهم مع المجتمع ايضا داخل يعني مع داخل الجامعه، داخل نطاق الجامعه. كل هذه البيئه نفسها اللي تشجع انه هذا الشخص يطلع شخص جدا مستعد لسوق العمل بطريقه ممتازه. وايضا عندنا من ناحيه العمل، يعني هي القضيه يمكن الاساسيه انه كيفيه تهيئه الشباب العمانيين لسوق العمل، وايضا تغيير ثقافات عمل موجوده. مثلا انه انا والله اريد في وظيفه معينه بطريقه معينه، يعني صوره نمطيه معينه للوظيفه لدينا عند الشباب، بغض النظر عن انه هو يتدرج في الوظائف او انه هو على الاقل يكتسب خبرات ومهارات معينه ثم ينتقل مراحل مختلفه. فهذه ثقافات موجوده في المجتمع وعند الشاب نفس الحاله. هي اللي نفس الشيء القضيه اللي تؤرقني، لان نحن في النهايه نريد نحل هذه المشاكل بطريقة جذرية، ولكن التعليم والعمل بالذات هي مش مشاكل يعني مثل ما تقول مؤقتة، هي مشاكل دائمة، أو هي تحديات، خلينا نقول هي تحديات دائمة. كل ما كنا مبدعين في حل هذه التحديات وأيضا سريعين في الوقاية من أصلا سرعتها أو تفشيها، كل ما كان أفضل. وهذا الشيء ما يتأتى إلا بتكوين الشباب من يعني مراحل متقدمة أو مراحل مبكرة، وتحتاج الكثير من الجهود، يعني مش جهود جهة محددة أو قطاع محدد، لا، لازم تكون في جهات تكاملية وكل حد يؤدي دوره. الأكاديمية اللي موجود في أي جامعة أو كلية لازم يعي هذه المشكلة في ناحية التعليم والعمل، الشاب نفسه لازم يعي هذه المشكلة، الأسرة لازم تعي هذه المشكلة، القطاع التعليمي يعي هذه المشكلة، قطاع الصناعة، قطاع الاقتصاد، كل القطاعات، كل الناس لازم يعوا هذه المشكلة، والكل يكون عنده نفس الهم على أساس نحن بالفعل نتقدم بعمان وشبابها. طيب الحين نتكلم عن مريم والأفلام اليابانية، إيش السر؟ ما في سر، بس يعني أيام الجامعة أظني شفت بس مجرد فيلم واحد، مسلسل، هو مش فيلم، والمسلسلات اللي متعلقة بالطلبة، طلبة المدارس والجامعات اللي فيها نوعا ما قيم معينة، كانت تحفزني كثير على المذاكرة وعلى أنه أكون يعني أركز على الدراسة والتخصص. فلما شفتها أنها جالسة تساعدني على هذا الأساس حبيتها كثير، وحبيت أني أتابعها، خاصة في الوقت اللي أمل فيه ما أقدر أذاكر، خاصة أني ما كنت أحب كثير تخصصي كشغف. أنا أحب تخصصي بس مش كشغف، أنه ممكن أنه أدرس أجلس على الكتاب ساعات طويلة أو أنه ما أمل. فهذه المسلسلات يعني كانت تحفزني كثير. فلما شفت انها قصت تحفزني كثير، على فكره انه كان في برنامج في تحت جامعه صوت الترمي اسمه برنامج التفوق، وكان الهدف منه انه تحفيز الشباب، تحفيز الطلاب على الخروج حتى من تحت الملاحظه الاكاديميه او رفع مستواهم الاكاديمي بشكل عام، يعني مش لازم يكون تحت الملاحظه. فلما مسكت المشروع بديت اوريهم المسلسلات اللي انا ساعدتني على اني انا احب المذاكره واذاكر، فبدينا نعرض لهم اياه ونفس الشيء حبوها. تعلمت بعض الكلمات من المسلسلات اليابانيه والكلمات الاساسيه البسيطه اللي دائما اسمعها. بعد ما تخرجت من الجامعه توقفت عن مشاهده المسلسلات، يمكن اني ما صرت احتاجها بطريقه معينه كبيره، بس كانت فتره محدده يعني. طيب نتكلم عن الاهداف اللي تطمح مريم للوصول لها قريبا. تقريبا عندي اهداف، قصدك شخصيه ولا على مستوى المؤسسة؟ شخصيه وعلى مستوى. طيب عندي اهداف شخصيه انه احاول اوصل لمستوى تعليمي يساعدني في وظيفتي اللي هي او في مؤسسه رؤيه الشباب، اقوي نفسي في هذا الجانب من ناحيه علميه اكثر تخصصيه، من خلال سواء كان دورات او حتى اكمال دراستي الجامعيه. نفس الحالة بالنسبة لي شخصيا، الهدف الحقيقي والأساسي هو تكوين شخصية تميم ابني، على أساس أنه هو يعني يكمل الرسالة وأنه يكون فعلا مستعد للعصر القادم. بالنسبة للمؤسسة، حقيقة نسعى كثيرا
مؤسسة تتوسع أكثر، تكون متخصصة في أشياء تعالج بالفعل قضايا جذرية للشباب. نفس الحالة نكون على مستوى إذا ما دول الخليج الدول العربية، بحيث أنه نحن ننشر هذه الرسائل وهذه البرامج للدول المكاورة، وأيضا نستفيد من برامج وخدمات يكون في تكاملية معينة من ناحية المؤسسة. فهذا تقريبا الأهداف الأساسية يعني. طيب كلمتك الأخيرة اللي تحب توجهيها للمشاهدين. والله لكل مجتهد نصيب. كل الأشياء اللي تحصل أو أنت تحب أنها تكون لك، سواء كان منصب أو راتب عالي أو حتى يعني مستوى تعليمي معين، هذه المنصب والراتب العالي، هذه كل هذه الأشياء نتائج، لكن الهدف الحقيقي أنك تكون إضافة للمجتمع، لنفسك، للوطن، للأرض بشكل عام، للعالم. وكل هذا ما يتأتى مثلا بأنك تعيش حياة عادية، هذا كل إنسان يعني يود أن يصل لمستوى معين يجب أن يجتهد اجتهاد ما طبيعي للوصول، وخصوصا في هذا الزمن، يعني كل زمن يأتي أصعب من الزمن اللي قبله. فأنك تكون نفسك وتصقل نفسك بنفسك، تحمل مسؤولية نفسك، تكتسب مهارات مختلفة جدا، تجرب تجارب جدا مختلفة، بغض النظر عن إيش هي هذه التجربة، لا تحصر نفسك في مكان معين، قوقعة معينة، لا، حاول أنك أنت تكون مفتح ومدرك لكل هذه الأشياء، وتحاول أنك تستفيد قدر المستطاع. صح متعب، صح أنه يحتاج إلى تضحيات كثيرة، صح أنه أحياناً يكون في يعني ضغط نفسي كبير، ولكن لما تشوف النتيجة ولما تشوف إيش الأشياء اللي قدمت، اللي أنت قدمتها للمجتمع وهو قدم لك إياها، راح تحس بقيمة هذه الحياة. وفي نفس الوقت ما ينتظروا كل شيء جاهز، يعني يبادر في صنع شيء مختلف من دائرة تأثيره هو. ما ينتظر أنه مثلاً والله أسرته هي تقدم له كل الدعم المعنوي والمادي، ما في أسرة تقدم دعم مادي ومعنوي كامل أبداً. ما ينتظر مثلاً المدرسة، ما ينتظر الجامعة، ما ينتظر المؤسسة اللي ينتمي إليها كوظيفة، أو حتى أنه هو أسس شيء معين أنه هو اللي بيعطي كل الأشياء. ما في شيء كامل في العالم، لازم ندرك هذا الموضوع، ولازم ندرك إحنا جايين هنا لمرحلة معينة، نأدي عملنا بطريقة معينة، ثم بعد ذلك نرحل. طيب أنت كيف تريد تأدي هذا العمل؟ كيف تريد أنك أنت تبني هذه الشخصية؟ هذا السؤال اللي لازم نحن نسأل نفسنا دائما وأبدا. شكرا مريم على وجودك معنا، وشكرا أنك كنت الحي اللي يحيينا اليوم في هذه الحلقة. شكرا جزيلا على استضافتكم، شكرا قناة سند الفضائية على هذه البرامج اللي بالفعل تحاول قدر المستطاع أنها تزرع يعني روح المبادرة عند الشباب، وأتمنى لكم كل التوفيق. إذن أعزائي المشاهدين، هذه كانت قصة مريم العامري وقصة رؤية الشباب. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.